السلام عليكم اخوتي المغاربه، معكم طارق حداد، 44 سنه، متزوج، ابلي طفلين، حائز على الاجازه في علوم 2003. كما كتشوفوا اخوتي المغاربه، انايا كنت عاطل، درنا كريديات، سلفنا فلوس من اقارب ومن اصدقاء باش نديروا هذا المحل، هذا هو اللي بغينا نديروها، ومشيت للمصالح المختصه الشؤون الاقتصاديه، انا بجامعه الحضاريه بمدينه وجده، قلت لهم شنو خصني ندير باش نحصل على رخصه، قالوا لي جيب لنا البلان، ديت لهم البلان، قالوا لي انت راه عندك محل تجاري طريق العشيمه، ما محتاجش الموافقه ديال الجيران. نط مشيت للجهات المختصه ديال التعمير، درت اصلاح، رخصه الاصلاح، صلحت المحل، تقام لي في شي 25 مليون. من بعد ما انتهيت الاصلاح قالوا لي راه عندك تعرض شديد من طرف الجيران، ما محققش تتحل مقهى. عام وانا ساد رخصة، دفعتها في مارس 2017، في 2018 درت لهم تحويل نشاط، رجعتها محلابة. منين درت محلابة عاوتاني نضوا لي الجيران، لا ما محققش هادي، ما محققش هادي. لا انا مشيت حتى درت لهم حتى التزام للشؤون الاقتصادية باللي دير المحل غادي يكون معقول، يكون محترم، وما عمر شي مشكل وقع عندي في المحل ولا شي حاجة. في 2018 في اكتوبر 2018 عاود درت لهم تحويل نشاط، بغيت نرجعها المقهى. من 2018 احنا في 2020 مازال ما جاوبوني لا بإيه لا لا. صاحب الجلالة نصره الله كي يدعم الاستثمار على روح المبادرة، داكشي باش حنايا نطنقنا وبغينا نتصو شي شوية ديال البطالة ويخدموا معنا ناس ونخلصوا الضرائب تاعنا. ما خلصنا ضرائب، ما خدموا معنا ناس، ما حتى انا حتى وليداتي راني حاصل، راني في شي 18 مليون كريدي دابا، شيكات ولا حول ولا قوة الا بالله. حنا نطلبوا من هاد المسؤولين يجيو يشوفوا الى محقنا اياه ويجاوبونا رسميا، ما محقناش يجاوبونا رسميا. راه هادي 3 سنين وهي 1000 لجنه خرجت لي تما في البلديه، يقول لك راه محقك، كي يجي هنا يقول لك لا خويا تحفظ، عاود نفس القضيه. وشي ثلاثه ديال الرؤساء ديال المصالح الاجتماعيه والاقتصاديه اللي دازوا، يلا السيد الرئيس التالي ديال الشؤون الاقتصاديه اللي راه شاف الوضعيه ديالي وراه يحسن العون ديالي وراه باغي يعاونني، ولكن ديما يقول لك اودي راه عندك مشكل، راه عندك تعرض، ما عندنا ما نديرو لك. وراه بقيت هكذاك، كل خطره يقول لك واخا غادي تخرج اللجنه نهار ثلاثه، تخرج اللجنه يكتبوا لي تحفظ، عاود نفس القضيه. وهادي راه حنا 3 سنين الكونترا تاع مع الناس، فيها 3 سنين راه غادي تكمل الكونترا باش نزيد قدام. انا زدت غرقت ب 18 مليون كريدي، وليداتي فين راهم وفين راه المستقبل وفين راه الجيران، كيقولوا بلي ودي راه المقهى غادي تشكل ضرر وعلى الساكنه. بالنسبه للمخدرات راه كاين الامن الوطني والحمد لله راه كيقوم بالمهمه ديالو. وبالنسبه كيقول لك عاوتاني راه السيارات راه غادي يبلعوا لهم على الكراجات وغادي يخليو لهم يخليهمش منين يدوزوا، عاوتاني داك الشيء راه ديال الملك العام. بغيت اخويا ما يدوزولك ما يوقفوش قدام باب دارك ولا، اخويا خلص الملك العام ومرحبا. نوجه رساله ديالي للسيد رئيس البلديه وسيد الوالي، ان يشوفوا الامر ديال هذا المواطن الضعيف، يجيو يشوفوا الى راني مخارق القانون مرحبا، وإلا محقي يجاوبوني رسميا، ولا ما محقيش يجاوبوني رسميا. هذه 3 سنين وانا مكرفص، ومكرفص معايا وليداتي وعائلات ديالي، وعندي مشاكل مع الناس دابا، مع الناس اللي مسلفين لي فلوس وعدتهم باش نرجع لهم، ما قديتش نرجع لهم، ودابا راني غير لور راني نطلب من هاد الناس المسؤولين غير يشوفوا محل المواطن الضعيف الموجز، ودروك خلاونا حنا زادوا غرقونا ما عرفناش، غير يجيو هاد الناس يقولوا لنا محقك نزيدو، وما يقولنا ما محققش نسد انا هذا المحل ونمشي في حالاتي.